حد بيقول يا بونا أنا بقالي فترة فكرة الموت في بالي من بعد واحد من قرايبنا سافر السماء، أنا خايفة أفقد أي حد بحبه وخصوصا أمي، بالرغم أن والدي مسافر السماء من 8 سنين، بس الخوف اللي عندي ده قريب، وخايفة أن برضو أموت، وخايفة أن مش عارفة أخد خطوة الاعتراف. أنا بقالي أكتر من 10 سنين ما اعترفتش، بحاول أنشغل طول اليوم أو أقعد أشتكي من الشغل، وأول ما أحس أن الدنيا فيه هدوء حواليا أقعد أشغل نفسي في أي حاجة وأضيع وقتي. أنا بقرأ كتير في جميع المجالات لكن الخوف مسيطر عليا. لا شوف يا بنتي، هو في مشكلة أنك أنت بعيد عن ربنا، وبصراحة يا جماعة اللي بعيد عن ربنا هيخاف من كل حاجة وعلى أي حد. ربنا ما بيغيرش الظروف كلها، بس بيدينا ثقة انه معانا وشايفنا ومسك ايدينا وبيعبر بينا وادي ظل الموت. علشان كده الانسان لما بيحب ربنا مخاوفه بتقل. طول ما انا بعيد عن ربنا بخاف من بكرة قوي، وانا عايش مع ربنا متطمن. كبشر لسه تحت الضعف في حاجات بتقلقني. انت بتقولي انك بتقري في مواضيع شتى بس ما بتقريش الكتاب المقدس، بتقولي انك انت لما بتلاقي نفسك فاضية بتشغلي نفسك في كذا حاجة على اليوتيوب، أغاني مسلسلات، وما بتخشيش تسمعي وعظة. قرب يا بنتي من ربنا. أنا مش قادر أتخيل واحد ما استحماش بقاله 10 سنين، ده طايق نفسه إزاي؟ أنا بالنسبة لي يا بنتي في سني ده بعتبر الاعتراف زي الحمام بالظبط. إزاي الواحد يبقى مطرب وإزاي الواحد عرقان وما ياخدش يستحمى؟ لا معرفش. فالاعتراف ده والتوبة دي حاجة مهمة قوي في حياتنا. فأرجوك يا بنتي، أرجوكي، انت بتضيعي وقت وليك حق تخافي، لان الحياه من غير ربنا مخاوفها كتير قوي. ارجعي صلي، توبي، اتناولي، شوفي عب اعترافك، الدنيا هتبقى افضل بكتير قوي.